اولا اهم شيء بعدا هو النتيجه، ربحنا دي اهم حاجه. ثاني شيء مولفين كيكون عندنا كنقولوا يا كنربحوا يا كنلعبوا، هاد المره هذه لعبنا وربحنا، لان حتى داك اللعب اللي كان في الاول اللي كانوا متقلين الماتش هذا كيدل على واحد الاحترافيه، وكيدل على ان الناس اللي كانوا كيقولوا بان واحد خليل زيدش ما عندوش رؤيه، بالعكس عنده رؤيه وعطي، وكاين حتى واحد الدعم نفسي للعابه، وكانوا لاعبين مرتاحين وخداو بزمام الامور ديال المقابله، لان شفناهم لاعبين بثقه وثقه كبيره، وهما اللي تحكموا في الايقاع، وكنقول لهم ان شاء الله احنا راه تايقين فيكم، واكيد هاد الدراري هادو غيمشيو بعيد. بوفال قام بالواجب، اللعابه كاملين، رغم ما كان واحد التخوف كبير ديال ان اللعابه كانوا مراد وكاين اللعابه اللي كانوا مصابين، ميمي كتجي تشوف كتلقى ان المدرب وحيد خليل وزيتش، اسمحوا لي على هاد اللغه اللي دويت انه عنده بلون ا بلون بي، يعني انه بحال الاحتياط بحال اللعبه البرينسيبال، ف الحمد لله بشاب واحد ليكيب اللي مره يلعبوا هادو مره يلعبوا هادو، النتيجه تكون ان شاء الله هي الربح. ماشي اختصاصي في الكره، ولكن الكره ما كانتش كره في الحقيقه، ما كانتش كره في الحقيقه، كره مستطيله ماشي كره القدم. ما ونتمنى لهم حظ سعيد، هادشي اللي كنتمنى لهم. ها il fait son travail, on va voir, on va attendre, on va voir la suite. No. On attend, oh, bien sûr, l'humidité, au chiffre des cargos, c'est pas facile, c'est pas évident. Mais ils sont pas faits pour l'Afrique, pour la CAN, ils sont pas faits pour la CAN. فرجونا اللعبة ديالنا، وكنتمنى ان شاء الله يكونوا الحسن الظن ديما ان شاء الله في المقابلات الجايه ان شاء الله، وهذا الماتش هذا راه احسن مننا ان شاء الله. كنتمنى الرساله انهم ان شاء الله يلعبوا مزيان، وبغينا يلعبوا على التونيك.